تشهد العلاقات الروسية الإفريقية تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة على مستوى التعاون المشترك في المجالات كافة. وتأتي قمة روسيا إفريقيا التي تعقد صباح الغد في مدينة سوتشي الروسية للمرة الأولى لتضيف زخما أكبر لتلك العلاقات بين الجانبين. روسيا وإفريقيا هي علاقات تاريخية راسخة بين شريكين، لطالما اتسمت العلاقات بينهما بالقوة والمتانة، وإن شابه بعض التوتر في بعض الأحيان، لكنها تزداد تدريجيا يوما بعد الآخر بفعل رغبة مشتركة لتوسيع التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة. وعطفا على ذلك، تستضيف مدينة سوتشي قمة روسيا إفريقيا برئاسة مشتركة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي، في خطوة على طريق تعزيز العلاقات الثنائية اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وتجاريا وعلى مستوى القضايا المشتركة. القمة التي تعقد للمرة الأولى بين القارة الإفريقية وروسيا الاتحادية يشارك بها رؤساء نحو 50 دولة وحكومة، بالإضافة إلى 8 منظمات إقليمية وغير إقليمية في القارة السمراء. اهتمام موسكو بالقارة الإفريقية ينبع من كونها أصبحت قوة اقتصادية كبيرة في الوقت الراهن، قوة جذبت اهتمامات كبيرة بين دول العالم كلها ومن ضمنها روسيا، ويمكن رؤية ذلك عبر القمم الجارية مع القارة السمراء كالقمة الصينية الإفريقية واليابانية الإفريقية. العلاقات الروسية الإفريقية تشهد زخما كبيرا يمكن تأكيده من خلال أرقام التبادل التجاري التي تجاوزت 20 مليار دولار، وبينما بلغت صادرات روسيا لإفريقيا 17 مليارا ونصف المليار دولار، وصلت صادرات القارة السمراء لموسكو إلى نحو 3 مليارات دولار. وعلى صعيد التعاون العسكري، تجمع موسكو اتفاقيات مع أكثر من 30 دولة إفريقية تزودها بأنواع عديدة من الأسلحة والمعدات، فضلا عن مشاركة القارة الإفريقية في المنتديات والتدريبات العسكرية الفنية التي تجريها روسيا. قمة سوتشي وإن كانت الأولى من نوعها، إلا أن روسيا وإفريقيا تعولان على نتائجها لفتح مجالات استثمارية كبيرة وتوطيد علاقة كانت ولا تزال قوية. We'll be right back.